بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح رحمه الله: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام، محبة الله جل جلاله أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل، بكمال محبة الله تعالى يكمل الإيمان، وبنقصها ينقص، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف رحمه الله على ذلك بهذه الترجمة. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال في شرح المنازل، قال المعلق: أي مدارج السالكين، اسم كتاب. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا. الذي يحب غير الله محبة عبادة وتذلل وخضوع هذا مشرك. الله تعالى هو الذي يجب أن نحبه محبة عبادة وتذلل وخضوع، وأما غير الله وهم عبيد الله لا يملكون شيئا. أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله، يعني محبة تعظيم وعبادة، فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، يعني لا يثبت خالق غير الله، بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظيم، يعبدون غير الله. ثم قال تعالى: يحبونهم كحب الله. وفي تقدير الآية قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير رحمه الله عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، أن يشبهون معبوداتهم الباطلة بالله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن زيد، عن ابن زيد رحمه الله قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله. والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. انتهى. والثاني، القول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله،
فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهب أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم، والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بيَّن تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، فالمؤمن يحب الله محبة تعظيم وتذلل وعبادة، ويخلص العبادة لله جل وعلا، أما غير الله فهم عبيد لله لا يملكون مثقال ذرة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أنداده في المحبة، ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي نجعلكم شركاء لله، ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم، وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له شركاء تعالى الله يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحبة، فالذي يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، علامة على أنك تحب الله تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، أي محبة الله جل وعلا، فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصل، ومحبته لكم منتفية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذكر لها أربع علامات، إحداها أنهم أذلة على المؤمنين يعني يتواضعون لإخوانهم المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم أي على المؤمنين، فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله
للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده، يعني يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أي غلاظ شداد على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله. قال المعلق: لم يذكر الثانية، ولعله اكتفى بما في كلام عطاء رحمه الله من الإشارة إليها بقوله: وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوة المحبة. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بموجب الحقيقة، فليس بمحب الحقيقة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الأنبياء والرسل وأولياء الله المؤمنون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يريدون القرب من الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، يخافون عذاب الله. هذا وصف المؤمنين، يتقربون إلى الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله. فذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعًا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية الذين ينفون صفات الله الضالون، وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء ولا يحب. الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات، فأنكروا حياة القلوب، محبة الله حياة القلوب، فأنكروا هؤلاء الجهمية والمعطلة أنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة محبة الله، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، لأنهم ينفون أسماء الله وصفات الله، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء. هؤلاء الجهمية يرمون أهل السنة ويذمونهم ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها، وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم، على كلام الجهمية والمعطلة، من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال رحمة الله تعالى أيضا، رحمه الله تعالى أيضا: لا تحد المحبة بحد، أي لا تفسر
المحبة بحد أوضح منها، فالمحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها، يعني تعريف المحبة وجود المحبة، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد رحمهم الله. قال أبو بكر الكتاني رحمه الله: جرت مسألة المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد رحمه الله أصغرهم سناً، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه، أي طأطأ رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، يعني لا يعرف نفسه، متصل بذكر ربه، أي مشتغل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، أي فبتوفيق الله، وإن نطق فعن الله بأسمائه وصفاته، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله، أي عبد لله، وبالله، أي وبتوفيق الله، ومع الله، أي مع طاعة الله. هذا قول الجنيد في معرفة في تفسير المحبة. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. يعني محبة الله أن تنسى نفسك وتشتغل بذكر الله وعبادته وطاعته والخوف منه والرجاء في رحمته. وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، الأسباب الجالبة لمحبة الله عشرة: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، هذا أعظم الأسباب، لزوم تلاوة القرآن العظيم مع التدبر والفهم والعمل. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، قيام الليل والضحى وسنن الرواتب، المحافظة عليها من أسباب محبة الله عز وجل. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا، أن تذكر الله بالأذكار الشرعية: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت، تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. محبة أسماء الله وصفات الله ودعاؤه والتضرع إليه. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، أن تنظر إلى نعم الله عليك التي لا تعد ولا تحصى، فتشكره وتعبده جل وعلا. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه، الخشوع بين يدي الله والتضرع إلى الله والتذلل
بين يديه جل وعلا. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي، أن تختلي عن الناس في الثلث الأخير من الليل وتشتغل بدعاء الله وعبادة الله وذكر الله، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل نزولاً يليق به إلى سماء الدنيا فيقول: هل من ساعٍ؟ هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من سائلٍ فأعطيه؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له؟ وذلك كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. هذا من الساعات، ساعات الإجابة. اللهم وفقنا لعبادتك يا رب العالمين. وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيها مزيداً لحالك ومنفعةً لغيرك. أن تجالس أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الخير ولا تجالس العصاة. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، وهي المعاصي ومجالسة العصاة. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب جل وعلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أي قبيلتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الذي يقدم محبة هؤلاء على محبة الله فلينتظر عقوبة الله. فمحبة الله هي عبادته، لا تقدم طاعة غيره على طاعته جل جلاله. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أي قدمها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. لا تقدم طاعة مخلوق في أمام طاعة الله، قدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له رحمهم الله من حديث أبي عبد الرحمن السليم عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، العينة حيلة على الربا،
إذا جاء المحتاج إلى الغني قال اعطني 1000 ريال قرضة، فيقول له أنا ما أعطيك 1000 ريال لكن أعطيك هذا الثوب أو هذا الكتاب أو هذا المال بـ1000 ريال، يعطيه سلعة بـ1000 ريال، ثم يقول له بعني هذه السلعة بـ800 بـ900، يشتري سلعته بأقل، وهو قصده أن يأخذ 1000 أمام 900، لكن حيلة بالربا، حيلة بالبيع، هذا بيع العينة وهو بالربا وهو ربا وحرام، لا يجوز، لا يجوز أن تبيع سلعة وتشتريها بأقل حيلة على الربا. فإذا فعلتم ذلك، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أي اشتغلتم بالحراثة والزراعة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، نسأل الله العافية. فعلينا أن نحذر المعاصي كلها، والربا من أعظم الكبائر. قال المعلق: صحيح لمجموع طرق. هذا الحديث صحيح لأنه ورد من طرق متعددة، رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله وغيرهما. فلا بد من إيثار، أي من تقديم ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده. تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت. فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه، ويوالي فيه، أي يحب من يطيع الله، ويعادي فيه، يعادي من يعصي الله، ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى آية المحبة، أي الدليل على صدق محبة الله، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا بد أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من محبة جميع الناس. اللهم وفقنا لذلك. أخرجاه، أي البخاري ومسلم رحمهم الله، قوله: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب، لا يؤمن أحدكم، الإيمان الواجب، والمراد كماله، أي كمال الإيمان الواجب، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. تحب الرسول أشد مما تحب نفسك، كما في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا أني أحب نفسي أكثر. فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا يكمل إيمانك حتى تحبني
أشد من نفسك؟ فقال: الآن يا عمر. قال عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري رحمه الله تعالى. فلا بد أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من أنفسنا، وذلك بأن نقدم طاعته على هوى النفس وعلى طاعة كل مخلوق. فلا بد من إطاعة الله وإطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن المنفي هو الكمال، لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق. الذي لا يؤمن، الذي لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا إيمان كاملا، لا إيمان له. فمحبة الرسول واجبة أشد من كل شيء. وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب الكامل، الإيمان الواجب، لا يؤمن الإيمان الواجب حتى يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أشد من كل أحد. وليس معناه الإيمان الكامل، بل الإيمان لا يصح إلا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان الواجب لا بد من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، من محبة كل مخلوق. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، أي في دعوى المحبة، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، هؤلاء المنافقون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل، لأن ذلك الإيمان المطلق الكامل لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل. لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون، لا يصلون، فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، نعوذ بالله، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، أي ما يدفع الشك، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة، أي من الاختبار، ماتوا ودخلوا الجنة، أن عندهم إيمان مجمل. وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق، نعوذ بالله من النفاق وأهله، انتهى. وفي الحديث أن الأعمال
من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا بد في الإيمان من هذه الأمور: قول باللسان وهو النطق بالشهادتين وما يجب النطق به، وعمل بالجوارح صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وبر والدين وغير ذلك، واعتقاد بالقلب أن يصدق بقلبه ويوقن بقلبه، ويزيد وينقص. كلما زاد في الطاعة زاد الإيمان، وكلما نقص نقص الإيمان. فالأعمال داخلة في الإيمان، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محبًا لله فإنما يحب في الله، أي المؤمنين والطائعين، فإنما يحب في الله ولأجله، كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك، ليس فيها شرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب فيه أو دفع مرهوب منه. هي محبة، محبة الله، محبة عبادة وتعظيم، ولا محبة، لا يحب مخلوقاً لمحبة التعظيم وعبادة. فالعبادة لله وحده لا شريك له. وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله لما فيها من التعليق على غيره والرغبة إليه من دون الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله، أي تحب المؤمنين لأنهم آمنوا بالله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله. تحب غير الله ترجو منفعته، فهذا شرك. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله، أي تحب المؤمنين لأنهم آمنوا بالله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله أن تحب غير الله وترجو منهم منفعة، فهذا شرك. وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله، لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. فعلينا أن نخلص المحبة لله ونحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولهما، أي البخاري ومسلم رحمهم الله، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الخصلة الأولى، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المؤمن لله لأنه مؤمن بالله لا لغرض دنيوي. الثالث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخره. قوله ثلاث، أي ثلاث خصال. قوله من كن فيه، أي وجدت فيه تامة. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس
يجده أهل الإيمان في قلوبهم. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال السيوطي رحمه الله في التوشيح اسم كتاب: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم محبته اتباع أمره واجتناب نهيه، فمحبة الله عبادته ومحبة الرسول اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. إذا أحببت مؤمناً لله سواء أعطاك شيء أو لم يعطك، لا يتغير المحبة لأجل الدنيا. حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر أي بالإحسان ولا ينقص بالجفاء. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. أن تحب الله محبة عبادة، وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة طاعة واتباع. وقال الخطابي رحمه الله: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله. أن تحب مخلوق تدعوه من دون الله، تذبح له من دون الله، تنذر له من دون الله، تخافه من دون الله، هذا شرك نعوذ بالله. وفي بعض الأحاديث: أحبوا الله بكل قلوبكم. قال إسناده ضعيف، رواه البيهقي في الدلائل، والدر المنثور في سنده إرسال، فهو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، يعني في سنده ضعف. على كل، يجب على المؤمن أن يحب الله محبة خالصة، محبة عبادة وتعظيم. فمن علامات محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته أي يقدم مرضاته على ما سواه، ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أي قدم أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما في آية المحبة ونظائرها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، ومن أحب شيئاً واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة
أمر يحصل عقيب إدراك الملائم أي المناسب الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه، أحب إلى العبد مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله محبة عبادة، محبة الرسول محبة إطاعة واتباع. قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبته، محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضاً محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي قال: وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. قوله: أحب إليه مما سواهما، فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. مما سواهما فيه قولان: أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، محبة الله محبة عبادة، ومحبة الرسول محبة اتباع صلى الله عليه وسلم، لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب. قال المعلق: وذلك ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبًا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما ثنى الضمير فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: من عصى الله تعالى ورسوله فقد غوى، لا تقل: ومن يعصهما، قل: ومن يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوى. فنهى عن تثنية الضمير. قال النووي رحمه الله: سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال الشارح: وأمر بالإفراد، إفراد الضمير في حديث الخطيب، إشعارًا بأن كل واحد من العصيانين، عصيان الله وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. معصية الله من كبائر الذنوب، ومعصية الرسول كذلك، لأن من عصى الرسول فقد عصى الله. الثاني، القول الثاني، حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، يعني الأدب والأولى أن يفرد الضمير، ضمير الله ثم ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الجواز، يعني وجمعهما جائز. وجواب ثالث، وهو أن هذا وارد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح، فينبغي عدم يعني اشتراك الضميرين.
قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الولاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفار، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري رحمه الله في الأدب من صحيحه، ولفظها لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني لأنه مطيع لله لا لغرض دنيوي. وحتى إن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة الله محبة عبادة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة إطاعة واتباع. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر أهابك إجلالاً وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها.